في بعض البراندات الصينيه لو تشوف من وين اصلها او من مين الشركه الاساسيه تكتشف انها شيري، وكثير من البراندات هذا الوضع معها. السلام عليكم، حياكم الله متابعين مربع نت من جديد، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. بالنسبه لينا الحين اسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم معنا واحده من السيارات الجميله الصغيره اللي اريزو متميزين فيها، او شيري بشكل عام متميز فيها. اليوم معنا اريزو 6 برو، فهذه واحده من السيارات اللي تقدمها شركه شيري العملاقه اللي بدات حياتها وشافت النور عام 1997، والحين تعتبر واحده من اكبر صانعين السيارات في الصين، وعندهم عده براندات منها شيري منها جي تور، وعندهم اشياء كثير. يعني في بعض البراندات الصينيه لو تشوف من وين اصلها او من مين الشركه الاساسيه تكتشف انها شيري، وكثير من البراندات هذا الوضع معها. فشيري تعتبر واحده من العمالقه في الصين، وعندهم مبيعات تفوقت 11 مليون سياره. خليكم في فيديو اليوم راح تعرف على السياره بشكل ادق، ايضا تعرف على تسارعها والداخليه والخارجيه وكل جهات الاريزو 6 برو 2024. السيارة توفر حاليا بثلاث فئات، واللي معنا هي فئة الفلاكشيب، اعلى فئة من الاريزو 6 برو. طبعا توفر حاليا بمحرك 4 سلندر تيربو تشارج، الخلطة هذه انا احبها صراحة، 1.5 لتر 156 حصان مع جير سي في تي، والخلطة هذه من الخلطات جدا ممتازة بحكم ان السي في تي مع التيربو يولد شيء جدا جميل. انما يفتح التيربو والسي في تي خلاص يوصل الليمت حقه، الاثنين واصلين حدهم، فتلقى الاداء حق الدعسه تلقاه قوي جدا. طبعا نتكلم عن الدعسات القويه. الاداء العادي السي في تي راح يوفر لك وقود، السياره هذه باللتر الواحد تمشيك 17.9 كيلو، ممتاز بلس جدا جميله، وحجم السياره عموما صغير حقت مدن، فراح تديك اداء جدا ممتاز، وصرفيات تكون جدا معقوله. لما تدعس راح تلقى استجابه جدا قويه طول ما، يعني ما ادري وين توصل اي سرعه، لكن سياره سريعة جدا. فيها لمسات جدا حلوة صراحة، اتوقع الاريزو او شيري بفئة البرو من سياراتهم دائما تلقى لمسات جدا جميلة. يعني عندك هنا اللون هذا البرتقالي، الشبكة اللي تشوفها يذكركم شيء، مصورنا يقول يذكرني بسيارة ما راح اذكر اسمها ولكن يذكركم شيء، طبعا علامة شيري وجهك لازم تنتبه لها، انارة فول اي دي مع انارة نهارية بشكل جدا جميل، جانت 17، وشوف الاريزو هنا وشوف البرتقالي بالاسفل يعطيك لمسات جدا جميله. طبعا في الابواب الاماميه عندك فتح وغلاق، طبعا مفتاح جوه السياره فعشان كذا ما تقفلت، ولكن الابواب الاماميه كلها تدعم الاشياء هذه. النقطه العمياء سياره بالفئه هذه تعتبر شيء جدا جميل، لمسه قويه في بالفئه الصغيره هذه من السيارات. وايضا النقطه العمياء راح تساعدك مو بس في السواقه العاديه انك تنتبه يمين ويسار، حتى وانت راجع الى الخلف تنبهك اذا في احد قادم اما الجهه يمين ويسار، ممكن تتدخل في حال انك ما انتبهت، ممكن تفر من السيارة. تصميم السيارة بشكل عام جدا عصري، جميل جدا صراحة من الأمام، أيضا من الجانب والخلف يستمر جمال السيارة هذه، حتى اصطباتها تشوف الإنارة فيها كذا بعد ثلاثي للكلام اللي هنا موجود، زائد كلمة شيري داخل نفس قزازة مسوينها كذا بقطعة واحدة موجودة، حساسات موجودة، أربع كاميرات موجودة بالسيارة هذه، طبعا بالفعل اللي معنا اليوم، وأيضا ضغطة زر تفتح معك الشنطة، نوعا ما تعتبر حلوة والله، وفيها وسع جدا ممتاز. خلينا نشوف السبير، حاط لك سبير صغير مره، طبعا مؤقت بحيث يساعدك. وعندك هنا الاكزوست مسوينه بشكل خلينا نقول ديكور، لانه هو نهايه شكمان واحد فصعب ان يطلعوا لك اياه، لكن زي كذا بشكل هذا تعطيك منظر جمالي. طبعا ايضا فخورين 1.5 لتر تيربو حاط لك اياه هنا، فخورين بكلمه برو دائما نحطه باللون هذا شوي فسفوري حيث تنتبه وتعرف ان اريزو 6 برو. شيري مليانه انظمه امن وسلامه زي نظام ثبات الاتزان الالكتروني، نظام منع انغلاق المكابح اللي هو اي بي اس، ايضا الفرامل توقف الطوارئ، والتحكم الذكي في اضواء المبهر، عندنا ايضا النقاط العمياء وتنبيه من حركه المرور الخلفيه، مساعد تغيير المسار، وايضا اكيد ارباقات الاماميه والجانبيه وستائريه، ايضا المقود بتوجيه كهربائي، نظام الكبح والكهرباء اللي هو الاي بي بي،
بلس خاصية توقف الموقتة اللي هو الأوتو هولد. الحين من داخل الأريزو 6، صدق ما توقعت أنها واسعة ترى أول مرة أركب في الجهة الخلفية. هذه وزنية كرسي، وعندي مجال إني أرجع شوي بعد زيادة أسوي لك الحفرة هذه بحيث إنك يعني تضم رجولك في حال لو كانت الدنيا ضيقة. طول 177 كرسي حلو والله. الكرسي لو تلاحظوا الأطراف هذه، ناصر صورها بعدين، شوف كيف الجهة الأكتف كيف طالعة بحيث إنه يعني تعطيك سبورت حتى لو أنت كتفك عريض يعني أو ظهرك عريض. فالشيء هذا حلو صراحة. السيارة اللي فيها هذه ما أتوقع منها كل من الأشياء. فالسبورت هذا اللي يجي جهة الكتف ما أتوقع من فيها هذه صراحة. عندنا كاب هولدر موجود، تكييف واصل، شحن USB Type-A في الخلف. بسم الله خلينا نشغل السيارة. نبدأ مع المفتاح. عندك تشغيل البعد، هذا نقطة جدا مهمة. فتح الشنطة وغلق السيارة ما إلى ذلك. أول شيء راح تلاحظه فول ديجيتال كلستر اللي هو الإعدادات ديجيتال كامل. شيء جدا جميل، مريح للعين، بسيطة جدا، ما فيها تعقيدات كثير. تقدر تنقل بين اللغة، تشوف زي هنا عندنا واحد كفرات منسم شوي فيه تعديل، فبسيط جدا صراحة. ولا يمديك تغير يعني شكل أشكالات وتحط كلاسيكا وذي كذا، لا ما في إلا بس السرعة. وعندك الأربيم كأرقام. في الخلف هنا عندنا شغلتين، أول شيء تقدر تشغل الكاميرات الأربعة ل 360 درجة. زاد تقدر تتحكم بوضعية قيادة، ما عندك وضعيتين قيادة الصراحة. كان ودي أكثر لأنه ما في إلا إيكو سبورت، كان ودي فئة نورمال بحيث تكون يعني في الوسط. ولكن الحلو شوي بالموضوع إنك إذا حطيتها وضعية واحدة، يعني مثلا الحين حطيت سبورت ما يتغير، خلاص طفي السيارة تروح البيت تنام تقوم يوم ثاني سبورت إلى أن تتغيره. ولكن كان ودي بكون نورمال بحيث يعني يعطيك خيار ثالث، في الغالب إنه بمشي عليه على النورمال. عندنا الشاشة 10.25 إنش جدا جميلة صافية. أهم شيء أبل كار بلاي موجود، فخلاص الأمور تمام. هنا تحكم المكيف بشكل يدوي، فرارات على قولتهم، شيء ممتاز. تقدر تتحكم بالأشياء اللي هنا موجودة. هنا عندك مساحة تخزين موجودة وفيها USB Type-A للشحن و Type-A أيضا للميديا بحيث تشبك جوالك على أبل كار بلاي، كاب هولدر، الجير زي ما قلنا CVT، وتعشق يسموها شيفت باي واير اللي هو ما في يعني مو كذا بس تكه واحده زر بي بنفس الجير. الغريب ما في بادل شيفت اللي هو من هنا، لازم طبعا السي بي تي بالنهايه هو ما في جيور، لكن بحان ودك تحشر نمره بحيث انك نازل نزله وتبي ترقي رقيه تقدر تسوي بضغطه زر واحده يقلب لك على المانيوال، بعدين من نفس الجير تعشق عشان تعشق اب او يعني اب او داون شفت. شوي بيك تتعلم عليه، ما هو سهل. جراد الكتروني اوتو هولد، واحد من الاشياء الجميله في السياره هذه مع انها فئتها صغيره. عندك هنا اختصارات، واهم اختصار اللي هو ترفع تقصر الصوتيات بشكل فرار سريع. صراحه اغلب السيارات الصينيه قالبين الوضع، ازرار كذا تضغطها تعلي الصوت وتقصر بس، او من الشاشه نفسها. الشيء هذا مزعج بعض الاحيان، فهنا مختصر كذا عل قصر وانتهينا صلى الله وبارك. حتى تطفي الشاشة كذا ضغط زر تطفي الشاشة وتشغلها. في بعض الاختصارات اما للاعدادات او اذا فاتح اب كار بلاي ضغط زر ترجع له تليفون، وزر الهوم ترجع للشاشة الرئيسية. هذا شيء جدا ممتاز مع ان السيارة صغيرة، لكن في مساحة برضو للشاحن وايرلس هنا موجود للجوال، واكيد الدرج الوسطي. صراحة السيارة جدا مريحة، تصميم بسيط ما في فلسفة زايدة. كراسي ايضا دائما صراحة شيري كراسيهم مريحة، اكونكم صريح. فالكرسي هنا تحس فيه كذا مبطن، تحس مريح للجلوس. هذا بشكل عام يعني ما عندي تعليق الا على البادل شيفت بس ووضعيات قياده. ايضا فئاتها عندك فتحه سقف عاديه ما هي بانوراميه موجوده، حلو صراحه لمسه حلوه فئاتها. في منافسه اتوقع ايدو بلس تجي بانوراما، هي الوحيده اللي تجي بانوراما، الباقي كلهم فتحه سقف عاديه. طبعا هي منافسه ايضا للجيل الاميجرنت، فالفئات هذه من السيارات عشان تعرفوا اي فيها الأريزو 6 برو موجودة. سواقة الأريزو 6 نوعا ما تعتبر ناعمة، لكن اللي يعجبني فيها صراحة الباور اللي يعني توصله لما تدعس. أنا بشرح لكم شوي، جير السي في تي يسموه جير لا نهائي، لما تدعس الرقم يطلع إلى رقم معين يثبت، يعني يثبت ما عاد ينزل خلاص، لأنه هو نهاية زي السير يتمدد يتمدد معك. فهذا شيء
جدا ممتاز يعني بشكل عام، هو مصمم بالتوفير. ولكن لما تحط تيربو في الماكينه، التيربو كيف نظامه؟ يشتغل على الغاز اللي يطلع من المحرك نفسه، فكل ما زاد الارويم زاد الهواء اللي يطلع، زاد دوران او اللي يسمونه سبول حق التيربو. في الجير الاوتوماتيك العاديه الجير يعشق فالارويم يطيح، فمعناها الباور يرجع ينزل شوي، يرجع يرتفع مره ثانيه لين يرتفع التيربو يعطيك كامل قوته خلينا نقول. لكن مع جير السي في تي وش يصير؟ الباور ما يطيح او الارويم ما يطيح، فباور التيربو يستمر في العطاء لمسافات اطول. فهذه فالحين لما تدعس خلاص فعليا الحين الارويم ثابت على 5300 تقريبا، ماشي ماشي معك والتيربو ماشي فاتح معك ويعطيك. صراحة جدا حلو، ما تحس بالباور، ما تحس عفوا بنزول الباور او الدروب اللي يصير لما تعشق نمرة في الجير اوتوماتيك التقليدي. هذه سالفة كلها نفس الوقت لما تسوق داخل المدينة وخلاص ما تداعس، السي في تي يشتغل كسي في تي يوفر لك بنزين. فهذه طبعا قليل تلقى الخلطة هذه في السيارات، يعني ما السيارة الوحيدة اللي تجي ببالي بالخلطة هذه السوبارو دبليو ار اكس بالجير اوتوماتيك يجي جيرها سي في تي. بصراحة هذيك أداها رياضي أكثر، لكن نفس الوقت نفس الفكرة. فهذه هي، عندك الباور دليفري ممتاز. بشكل عام زي ما قلت لكم سيارة مدينة صغيرة نوعا ما، الكراسي فيها جدا مريحة، هذه اللي في نظري، واللي في الخلفة الكراسي معك ناس مريحة وفيها وسع صراحة حلو على بيتها. هذه بشكل عام أريزو 6 برو 2024. كذا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا للشيري أريزو 6 برو. السيارة هذه من السيارات خلينا نقول العملية حق الاستخدام اليومي، تنفع داخل المدن، يعني قوتها صراحة تساعد في الخطوط، عزل فيها متوسط نوعا ما، لكن راح تجمل معك في حال انك تروح اماكن بعيدة بحكم قوة المحرك اللي ما راح يتعبك خلينا نقول في المسافات الطويلة. السيارة زي ما قلت متوفر بثلاث فئات، اللي معنا اعلى فئة في فئة الفلاج شيب، راح احط لكم اسعار في الشاشة هنا في مكان ما، وشوفوها مع ايضا ضمان المصنع الموجود مع السياره هذه. يعطيكم العافيه حسن المتابعه، لا تنسوا اللايك واشتراك القناه وشير المقطع مع اي احد حاب يتعرف على شيري او جديد شيري 2024. شكرا جزيلا ومع السلامه.